المشاهدين الحلوين دول، اهلا بكم، منورين كده اهو. النهارده عندنا اكلات حلوه وخفيفه واقتصاديه، وشيف يوسف متالق والعاده، اهلا بيك. ازيك يا شريف؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ وانت صغير كانوا بيدلعوك يقولوا لك ايه؟ ده ايه الاحراج ده؟ لا بجد كانوا بيقولوا لك ايه؟ قول بس. اسمه صعب قوي. يو يو؟ لا، توته. يا توت. وبتقول لي انا فضحت نفسي صح؟ طب داري السلك بتاع المايك على ده توته؟ اشمعنى؟ فضحت نفسي ما اعرفش. توته؟ طلعت لقيت ابويا وامي بيقولوا لي كده. مش شريف ما تكون يسالك كانوا بيدلعوك يقول لك ايه؟ انا ندمت، انا ندمت ان انا قوي. طيب الراجل ده، لا الراجل ده اثبت لي ان هو طيب. ما فكرتش. النهارده توت عامل لنا ايه؟ انا اللي جبته لنفسي يعني. في اكل حلو يا توتة؟ النهارده انا بحب جدا الاسم ده عشان بيفكرني بابويا وامي. طب الله يرحمه. طب قول لي خلاص انا هقول. لا لا بعد كده ما تكتبوش شيف يوسف. لا لا والنبي ابدا. توتة. هنشوفها يا بكره. طيب ايه ده؟ ده تورلي خضار بالصلصة على طريقة تورتة. والنبي انسى تورلي الخضار اللي هو الخضار المشكل، وممكن يعمله من بواقي الخضار اللي بتفضل في الثلاجة. بالظبط. وده دي بطاطس بالشبت عاملينها محمرينها كده مدينا شكل صوابع. صوابع ممكن حلوة. جنبها بقى اي حاجة صوص كده نسقسقها فيها هتبقى لطيفة. بالظبط. طيب نبتدي بمقادير الخضار. يلا بينا. يلا اتفضل. هنحتاج حبيتين بطاطس، حبيتين جزر، حبيتين كوسة، حبيتين بتنجان رومي، حبيتين بصل، حبيتين طماطم، كوباية صلصة طماطم، معلقة ثوم مفروم، معلقة زبدة، معلقة كزبرة ناشفة. يلا بينا. سهل. قوي. وزي ما قلنا الأكلة دي ممكن تتعمل من بواقي الخضار. بالظبط. اللي في الثلاجة بتبقى. وحلوة بقى للناس النباتيين، الناس اللي هتصوم، أي كل حاجة تنفع. طيب. حطيت ايه؟ زبده. ممكن تعمل بالزبده او بالزيت. موجود. الموجود مفيش مشكله خالص. ثوم، وانزل بالبصل على طول. بعدين كوسه. كله متقطع مدور. حسب ما احنا عايزين طبعا. بس انا بحب يبقى التقطيع حجمها قريب من بعض عشان تستوي مع بعض. والبتنجان. اوكي. بتنجان رومي. حط شويه كده. بقى تقليبه حلوه. انا نزلت الاول بالزبده او زيت، بعدين البصل، بعدين جزر، كوسه، البتنجان. بطاطس. الله. كل الخضار يعني. وبعدين الطماطم اخر حاجه. لا الطماطم لسه مش دلوقتي. بعدين كزبره ناشفه. انت بتحطها ميه؟ انا حاطط ميه في الصلصه. لا ما بتطلعش يا ميه. لا يعني كوبايه صلصه عليها شويه ميه. دي بتخش الفرن. بتخش الفرن. شويه فلفل، شوية ملح، هي الأول بتتحمر تحميرة كده وبعدين بتخش الفرن. دلوقتي هزود الصلصة. تاخد غلوة بسيطة. انا بخلي الطماطم في الاخر خالص عشان الطماطم بتتهري بسرعه. انت هتسيبها قد ايه على النار المفروض؟ لا يعني خلاص. خلاص والله؟ انا يا دوبك بديها تقليبه بس وبعدين هنحطها هنا. نقلبها بقى في اي طاجن عندكم؟ هنا وبعدين بحط الطماطم. تحب نعملها؟ بس تقيله شويه معلش. هترص بقى عليها الطماطم. طماطم. على الوش. بالظبط. اهم حاجه الصوص كله. البهاريز الحلوه بتاعت الخضار دي تنزل. اهي ونرص الطماطم على الوش. اتفضل. نرص الطماطم. لطيف. تخش الفرن تقعد ساعة الا تلت تقريبا على 180. تقدم بقى مع رز مع عيش بتبقى لذيذة قوي.
حلوه قوي قوي قوي، ميزتها ممكن غدا عشاء تتحط في عزومه هتبقى شكلها حلو قوي. نقفلها بفويل ولا نسيبها كده؟ لا بتتساب كده عشان تتشمع. تتشمع. طيب خش لنا بقى على مقادير البطاطس المقليه. هنحتاج نص كيلو بطاطس مسلوقه، كوبايه شبت، كوبايه نشا، كوبايه صغيره من الجبنه الرومي مبشوره، وهنحتاج زيت للقليه. بص يا سيدي، ايه قول لي؟ عندي البطاطس وهجيب بس جلوفز. جوانتي. جوانتي. دي بطاطس مسلوقه ومهروسه. تمام. وهحط لها شويه نشا. ممكن انت عليها؟ اه. انا بقى اجيب البتاع الكبير دي احسن. عايز اكبر شويه؟ اه. ماشي احسن عشان البطاطس ما بهدلش الدنيا. دي ايه؟ نشا. خلينا نحط مش قادر اكرر عشان ايه دي كلها خليها كده بس اشوفها تحتاج اكتر ولا لا، وبعجنها وازود الشبت. جبنه رومي دي اختياري، من مش عندي مفيش مشكله خالص، مش تفرق في الطعم. انت عايز تعجن على الرخامه؟ يلا بعد اذنك. هتبقى صوابع بعد كده. ايوه. في بقى المشابط. يا حلو الاكل النهارده. ممكن بقى في سكينه. بس دي مش المفروض تقعد شويه في الثلاجه؟ حصل يا فندم. انت محضر؟ طبعا. طب كويس. اجيبهم من الثلاجه يعني؟ اللي تحت دول؟ مظبوط. انا بس عايز اوريك انا بقطعها ازاي. دي يا جماعه بعد ما تقطعها تحط في الثلاجه او في حاجه علشان تتشمع؟ لا تمسك نفسها بقى. تمسك نفسها. انا اهو بقطعها كده اهو. كده. وبحطها بقى ايه في طبق. فين يعني بنقطعها. بس هي ايه محتاجه شويه صبر. لا محتاجه كده. اوكي يعني تتقطع قبل التلاجه ولا بعد التلاجه؟ لا بعد. بعد التلاجه؟ قبل التلاجه. انا اسف. احنا بس عشان ايه مستعجلين. طيب بعد كده هن نحطها في زيت نقليها صح؟ مظبوط. تطلع شكلها كده. اوكي. هندخل بقى دول المفروض التلاجه. تطلع من التلاجه هتبقى زي اللي معايا اهو. وتت ايه؟ شوية زيت قلي كده. قلي. قلي. ونروح قليين في البطاطس. لا معلش انا بهدلت لك الدنيا. لا مش مشكلة. بتطلع بقى هشة وحلوة قوي كده. حلوة 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 قوي قوي قوي. عايز اقول لك مين؟ خلاص كده خلصنا كده. سهل جدا. اكل النهارده سهل. اقتصادي ممكن اي حد يعمله بسرعه جدا. عيد للناس كده عملنا ايه النهارده؟ عملنا النهارده طاجن تورلي خضار مشكل، وعملنا بطاطس بالشبت مقليه. الله. شكرا 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 ثلاثه. شكرا للشيف يوسف المحترم. ميرسي ليك. خلينا دلوقتي هنسمع حاجة حلوة خالص. هنسمع كوبلي من فكروني لكوكب الشرق ست أم كلثوم. بعد كده فاصل ونرجع لكم مع أستاذ دكتور أحمد عوض الله مدير مركز زهر الطب. خليكم على سماحة مزيكا. من فرحنا حينورك طارق.
واللي فات ننسى ننسى كل أسى يلا نفتح للزمن أيام صفا دي الحياة من غير هوانا مش حياة واحنا مش هنعيش يا روحي الله.